وهذه عناوينها. بانطلاق أشغال المؤتمر الأفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في أفريقيا، وزير الخارجية نبيل عمار يؤكد أن هذه التدفقات تكبد تونس سنويا خسارة تزيد عن 1.2 مليار دولار أمريكي. تحت شعار نصرة فلسطين، اليوم انطلاق الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بمشاركة 20 بلدا من مختلف القارات. وفاة طفلة وإصابة 10 عاملة فلاحيات في حادث انقلاب شاحنة تقل عاملات فلاحيات بين معتمديتي أسبخة والنظور. 60 شهيدا و 140 جريح في 4 مجازر صهيونية خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة. والهلال والصليب الأحمر الدوليان يؤكدان أن أزمة الغذاء في القطاع وصلت إلى نقطة حرجة. إلى التفاصيل. افتتح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار اليوم أشغال المؤتمر الأفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في أفريقيا الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي حتى 28 من جوان الجارية، حول محور الأجندة الضريبية لأفريقيا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من القول إلى الفعل. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أكد في تصريح للزميلة سمية الفرجانية أن هذا المؤتمر يحظى بأولوية قصوى لدى الوزارة باعتبارها تترأس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة، داعيا كل الشركاء إلى التعاون أكثر مع تونس وبقية البلدان الإفريقية لمكافحة هذه الظاهرة. احتضان هذا المؤتمر في تونس هو مهم، وهذا العمل يحظى في وزارة الخارجية بأولوية قصوى. تعرفوا احنا نرأس لجنة أموال المنهوبة، وهذا في صميم تطور اقتصاديات كل البلدان الأفريقية والقارة الأفريقية، هو نزيف لكل اقتصاد بتاع كل بلد. وحبيت نطالب كل الشركاء أنه يكونوا متعاونين مع تونس ومع كل البلدان الأفريقية أكثر، والأموال هذه على قد ما فما امتداد لها في كل بلداننا على قد ما هي مرتبطة بما يصير في البلدان المتقدمة الأخرى اللي قسط كبير من الاقتصاد متاعها مبني على هذه الأموال واستغلالها. وقلنا اللي ما نجمش يكون فما استقلال تام متكامل إذا كان الموضوع هذا ما يخوش حظه وما ترجعش الأموال الكل وما يقعش تنظيف كل الأموال اللي تدخل وتخرج لكل بلداننا خدمة الاقتصاد متاعنا. كما أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أن منظمة النزاعة المالية العالمية قدرت خسارة الدول النامية جراء التدفقات المالية غير الشرعية بإفريقيا بما يعادل 1 تريليون دولار أمريكي سنويا، وأن تونس تتكبد خسارة تزيد عن 1.2 مليار دولار أمريكي سنويا. أود تقديم رقب مفزع يختزل في كلمة: موضوع التدفقات المالية غير الشرعية بإفريقيا، حيث قدرت منظمة النزاهة المالية العالمية أن الدول النامية تخسر تقريبا ما يعادل 1 تريليون دولار أمريكي سنويا من خلال التدفقات المالية غير الشرعية، وهذا الرقم يعادل تقريبا جميع المساعدات الإنمائية الرسمية التي تلقتها الدول النامية خلال نفس الفترة الزمنية. كما أظهرت دراسة أجرتها منظمة النزاهة المالية العالمية أن تونس تتكبد خسارة تزيد عن 1.2 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية غير الشرعية المرتبط بالتهريب الضريبي والفساد والجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر والتهريب الأموال. وفي سياق متصل، أكد الحاضرون وممثلو عدة مؤسسات إفريقية من بينها المنتدى الإفريقي لإدارة الضرائب وشبكة العدالة الضريبية في إفريقيا أن الوقت قد حان لوضع حد للتدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا وتهريب الثروات الطبيعية الإفريقية. على صعيد آخر، أسفر حادث انقلاب شاحنة تقل عاملات فلاحيات في حدود الساعة 5 من صباح اليوم بالطريق الجهوية عدد 48 الرابطة بين تار الجمعية من عمادة سيسب في معتمدية أسبيخة من ولاية القيروان والنظور من ولاية زغوان عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 6
16 سنة وإصابة 10 نساء بإصابات متفاوتة الخطورة، وفق مراسلتنا في الجهة نادرة بن رجب. جد صباح اليوم حادث مرور تمثل في انزلاق شاحنة لنقل العاملات الفلاحية إلى معتمدية الناظور التابعة لولاية زغوان، وهن في طريقهن لمواقع عملهن لجمع صابة الطماطم في منطقة الناظور، حيث تسبب الحادث في وفاة فتاة أصيلة معتمدية سبيخة تبلغ من العمر 16 سنة، في حين أصيب عدد آخر من العاملات إلى جانب سائق الشاحنة، حيث تم نقل 4 منهم إلى مستشفى سهلول بسوسة، فيما نقل عدد آخر منهن إلى مستشفى سبيخة لتلقي الإسعافات الضرورية اللازمة. وقد وصفت حالة بعضهم بالخطيرة، وقد جد الحادث على مستوى الطريق الجهوية عدد 48 على مستوى منطقة دار الجمعية التابعة لمنطقة سيسب الكبرى. تنطلق اليوم الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لتتواصل إلى 29 من جوان الجاري تحت شعار نصرة فلسطين، بمشاركة 20 بلدا من مختلف القارات مع مشاركة قيمة للصين. مدير عام اتحاد إذاعة الدول العربية عبد الرحيم سليمان أكد أن المهرجان يتضمن عددا من الندوات بالإضافة إلى حفلي الافتتاح والاختتام، ويتميز لأول مرة بحفل أوركسترا سيمفونية عربية. حفل الافتتاح، حفل الاختتام، هناك ندوة حول فلسطين، هناك في حفل الختام فنانة فلسطينية تشارك في روح العرب، وكذلك لأول مرة حفل الافتتاح سيكون هناك بالنسبة لبيع التذاكر لأول مرة فائدة الشعب الفلسطيني. افتتاح يكون فنان راغب علامة. مسابقاتنا نحرص على الشفافية، وبالتالي تحكيم فيها كان يتم صحيح عن بعد، ولكن محكمين ما بيعرفوا بعض، ما في حد بيعرفه، وبالتالي عملية النتائج هي نتائج زي ما نقوله حقيقية. هناك 20 بلد عربي لأول مرة شاركوا من التلفزيون، 22 بلد، 20 منهم شاركوا في المسابقات التلفزيونية، وكذلك بالنسبة للإذاعة لأول مرة 20 من 22 بلد، ويعتبر هذا عدد كبير. كذلك أتحنا المسابقة للهيئات غير الأعضاء ولشركات الإنتاج ولقنوات الأجنبية الناطقة باللغة العربية، وهناك جوائز بالنسبة لهم حتكون موجودة. حفل الختام حيكون هو روح العرب، حيكون الحفل اللي سيقدموه يغطي كل البلدان العربية جال. إن شاء الله ولأول مرة حيكون في حفل سيمفوني أوركستراري عربي. مهم أنه المعرض الأجهزة والإذاعية والتلفزيونية وكذلك سوق البرامج، هناك في مشاركة من مختلف قارات العالم. ومن جهتها أكدت رئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي أن مشاركة الإذاعة في هذه الدورة ستكون متميزة من خلال مختلف الفقرات التي تم تجهيزها من الإذاعة المركزية والجهوية، داعية إلى حسن استغلال الاتفاقية التي تم إمضاؤها مؤخرا مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية خلال زيارة رئيس الدولة قيس سعيد مؤخرا إلى الصين. حاولت من الأول باش نخدموا على قاعدة صحيحة حتى تكون هذه المشاركة جيدة. مهرجان في دورته 24 نصرة لفلسطين، وإحنا الحقيقة عملناه اللي احتفلنا بمرور 85 سنة على انبعاث الإذاعة التونسية تحت عنوان أو تحت شعار كلنا فلسطين، وكان في بداية تلك الحرب الصهيونية الغاشمة والظالمة على قطاع غزة. سنة كذلك عنا مشاركة في كل المسابقات، حبيناها تكون مشاركة متميزة. عنا كالبرامج التربوية، عنا 12 إذاعة، الإذاعات الجهوية وكذلك الإذاعات المركزية، هني الشباب والثقافية كذلك عندهم كذلك صفاقس المنستير، إذاعة الشباب يعني حاضرة وبقوة عندها هذه أكثر من مشاركة. المحتوى، قيمة المحتوى في هذه الأنواع من المسابقات، أعتقد أنه ثم إمكانية باش نفتكوا أكثر من جائزة. خليني نقول بحول الله أنا محظوظة أنه جيت هذه الدورة بعد إمضاء اتفاقية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية خلال الزيارة التي أداها رئيس الدولة، زيارة الدولة إلى الصين. يلزمنا أحنا الاتفاقية هذه نعرف كيفاش نستغلوها في الجوانب اللي أحنا مستحقين لها.
تحت شعار نجاح التسوية ينفذها الأساتذة النواب اليوم تحركا احتجاجيا وطنيا أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بتفعيل اتفاقية 23 من مايو 23 و2000. والمنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري يفيد في تصريح للأخبار بأنه سيتم التوجه نحو مؤسسة رئاسة الجمهورية في صورة عدم إمضاء محضر أو الحصول على تعهد من وزارة التربية لتطبيق فحوى الاتفاقية برمته. المستوى التقني أو الإداري أو الفني تم تقدم، ولكن يبقى المطلب الأساسي المفصلي المحوري هو تفعيل اتفاقية 23 مايو 2023. رأوا الاتفاقية اليوم عندها سنة وشهر وثلاث أيام بالتحديد. رأوا طلبنا السيد الوزير على الأقل في أول لقاء، لكن الاتفاقية ذي ما تفعلتش. إحنا إذا ما صارش وعد أو حتى محضر جلسة، وهذا نطلبوا بها أصلا باش تكون وجهتنا مؤسسة رئاسة الجمهورية. السيد الوزير البارح تقول إنه سيتم معناها تفعيل العدد من دفعة 1000 وفق معناها المعدلات العمرية المتقدمة، في حين ونحن نسبة المعادلات العمرية المتقدمة أكثر من 1000. معناها رونا باش نحكوا على بارادوكس، معناها غير ممكن. ربما وزارة التربية مازال ما عندهاش العدد الجملي، ولكن كان على وزارة التربية أنه أولا إذا باش نحكوا على استراتيجية واضحة يصير أعداد عدد جملي وحقيقي باش نبدو تصور حقيقي، باش يكون التحيين ماشي في نسق والتسوية ماشية في نسق. راو إذا باش نكسبوا التحيين على حساب معادلاتنا العمرية وعلى حساب تسجيل الاتفاقية نرى ما ربحنا حتى شيء. وفي شأن تربوي آخر، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 24 و2000، مؤكدة أن عمليات التوجيه الجامعية تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. والوزارة توضح في بلاغ لها أمس أنه يمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم بداية من يوم غد 27 من جوان عبر موقع الويب الخاص بتوجيهها الجامعية. كما يمكن أيضا اعتماد خدمة الإرساليات القصيرة SMS بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من اليوم حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا لدى وزارة التربية، وذلك على النحو التالي PWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. تم اليوم إمضاء اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والكونفدرالية الألمانية للتعاضديات بتونس، يهدف إلى تشجيع الشباب على تكوين تعاضديات وتجميع الحرفيين في هيكل موحد في قطاع الصناعات التقليدية. المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية فوزي بن حليمة أكد في تصريح للأخبار أنه سيتم إطلاق برنامج متكامل لتنفيذ اتفاقية التعاضديات في العديد من الجهات خلال الأسبوع المقبل. اتفاقية بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والكونفدرالية الألمانية للتعاضديات بتونس تهدف لإنجاز يعني دورات تكوين موظفي الديوان وتحديث الحرفيين والمؤسسات الحرفية حول التجمع في إطار تعاضديات أو تكتلات، وإبراز أهمية مفهوم العمل التعاوني والتشاركي، وكذلك تجميع الحرفيين في هيكل موحد. ثم إشكال كبير على مستوى القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعة التقليدية، ومن بين الآليات التي يمكن أن تعالج هذا الإشكال هي تجميع الحرفيين ونخليهم أنهم يخدموا مع بعضهم سواء في مجال التزويد أو في مجال الترويج وفي مجال الإنتاج. شروع في الإنجاز، وأن الأسبوع القادم إن شاء الله عندنا برنامج متكامل في العديد من الجهات والعديد من الحرفيين معنيين بهذه الاتفاقية. تحت عنوان الحقائق والتحديات، نظم اليوم المجمع المهني للوكالات العقارية التابعة لمنظمة الأعراف ندوة حول قطاع الوكالات العقارية في تونس. ومثلت الندوة فرصة للتطرق إلى الإشكاليات التي يعيشها القطاع والحلول المطروحة للنهوض به، وفق ما أكده رئيس المجمع محسن شعباني في تصريح للزميلة صلوح بوكارية، مشددا على أهمية تنظيم القطاع والناشطين فيها. قطاع في قطاع، قلنا باش ننظم القطاع باش نحميو تونس قبل حاجه. خدمه مش على خاطر باش نحميو رواحنا، رواحنا ما نجموش نحميوها اذا ما عندناش حمايه. مصدر الحمايه تاعنا فين نلقاوها؟ في وزاره التجاره. وزاره التجاره موجوده معنا تو 100% ومعنا كونكت تعاون فينا وتفيدنا، وعندي جروب اكزيكوتيف اللي هو يعاون فيا مش وحدي زاده. الوكالات العقاريه اليوم ثم ناس تغلط، ثم انتحال صفه، يدخل للدار ياخذ مفاتح مولات الدينا مات على شويه مده ما يعرفش سيرتو يبدو ناس كبار وهو يتحير ويعمل اللي يحب. نخدم زاده مع السفاره الاجنبيه، العرض وطلب انت وال
كونجونكتور تو عندك كونجونكتور مونديال مست العالم كله نقول لك كيفاش وانت والبنوك انت والتوب تاع البنوك وصلنا ابوبري في السنتين ابوبري لازمهم ينخرطوا على خاطر راهو اي وكيل عقاري ما عندوش اغريمون باش يسكروا له لاجونس تاعو السيت تاعنا موجود جي بي اي بوان ان يبعثوا لنا ميل نحن نجيبوهم باش نقريو الوكلاء العقاريين باش يوليو عندهم اون باز بيداغوجي. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. تشارك تونس اليوم المجموعة الدولية إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات التي تفتك بأكثر من 296 مليون شخص في العالم وفق آخر الإحصائيات. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال في رسالة بالمناسبة أن القلائن المخدرات سبب جذري لمعاناة إنسانية لا حد لها، محذرا من أن المخدرات الاصطناعية أصبحت أشد فتكا وأكثر تسببا في الإدمان وسوق المخدرات حتم الأرقام القياسية في الإنتاج. وأيضا المخدرات قال أنها تغذي الجريمة والعنف في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. في مستجدات الحرب على قطاع غزة وفي اليوم 64 بعد 200 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 60 شهيد و 140 جريحا، وبالتالي يرفع حصيلة العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 37,700 شهيد و 86,300 جريح. هذا واستهدفت الغارات الإسرائيلية اليوم مخيمي الشاطئ وانصيرات وبيت لهيا وجباليا ومن مدينة رفح شمال القطاع وجنوبه، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. في الأثناء أكد الهلال وصليب الأحمر دوليان أن أزمة الغذاء في القطاع وصلت إلى نقطة حرجة، في حين قال برنامج الغذاء العالمي إن بيئة العمل العدائية في غزة تجعل من المستحيل تقريبا إيصال المساعدات إلى السكان. كان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أكد أمس تسجيل نقص حاد في الغذاء بقطاع غزة، حيث يعاني 90% من سكانه من سوء التغذية، مشيرا إلى أن إيصال المساعدات إلى محتاجيها بات أمرا صعبا. من جهتها أكدت حركة حماس أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتعرضون لأبشع صنوف الانتقام الوحشي من تجويع وتنكيل وإهمال طبي متعمد وقتل بطيء، داعية إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة ومنع إفلاتهم من العقاب. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه صحيفة هاريتز الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن إدارة السجون الإسرائيلية قلصت بشكل كبير كمية الطعام للأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر، وأن كمية الطعام التي تقدمها لهم أقل بكثير من الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون الدولي. على الصعيد الدبلوماسي أكدت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة أنها ستواصل العمل الدبلوماسي مع مصر وقطر وإسرائيل لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك فيما أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تمسك الحركة برفض أي اتفاق مع الكيان الصهيوني لا يضمن وقف إطلاق النار في القطاع. وفي المقابل دعا وزير الحرب الإسرائيلي يوف جالانت واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها وتزويد إسرائيل بالأسلحة بالتزامن مع توقع تل أبيب أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوف جالانت. ختام هذا الموعد الإخباري مستمعين، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. في انطلاق أشغال المؤتمر الإفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في إفريقيا، وزير الخارجية نبيل عمار يؤكد أن هذه التدفقات تكبد تونس سنويا خسارة تزيد عن 1.2 مليار دولار أمريكي.
تحت شعار نصرة فلسطين اليوم انطلاق الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بمشاركة 20 بلدا من مختلف القارات. وفاة طفلة وإصابة 10 عاملات فلاحيات في حادث انقلاب شاحنة تقل عاملات فلاحيات بين معتمديتي السبيخة والنظور. 60 شهيد و 140 جريحا في 4 مجازر صهيونية خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة. والهلال والصليب الأحمر دوليان يؤكدان أن أزمة الغذاء في القطاع وصلت إلى نقطة حرجة. ختام النشرة قدمها لكم من الإذاعة الوطنية التونسية ياسين فوغالي للقاء.